يتحرك النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي نحو منع اثنين من أهم نجوم الفريق الأول من الرحيل إلى الهلال والنصر على الترتيب، وذلك وفق ما ذكرته آخر المستجدات الصحفية في الساعات الأولى من صباح اليوم. والأهلي يعيش أياما فنية صعبة مع المدرب الألباني باسنيك هاسي في ظل الفشل في تحقيق أي فوز في منافسات دوري المحترفين السعودي. وأشار أكثر من مصدر إعلامي إلى أن الهلال يرغب في كسب خدمات عبد الرحمن غريب، بينما يسعى النصر منذ وقت طويل إلى ضم محمد العويس، لذا يبدو أن الموقف الأهلاوي صعب جدا بشأن الحفاظ عليهما. وشدد الإعلامي عناد الرشيد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر على أن الرئيس ماجد النفيعي أكد أنه يتولى ملف تجديد عقد كل من غريب والعويس بشكل شخصي، مقدما إلى الجماهير الأهلاوية وعدا بأنهما باقيان في جدة. وغريب البالغ من العمر 24 سنة لديه عقد مع الأهلي يمتد إلى يناير من عام 2023. من جانبه ينتهي عقد الحارس محمد العويس صاحب 29 عاما في يناير من عام 2023، لذا لن يدخل الطرفان الفترة الحرة قبل الصيف القادم لعام 2022. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.